تتسابق العديد من الدول زي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وإسرائيل وغيرهم في بناء منظومات دفاعية من أسلحة الليزر، وذلك بعد تنامي الخطر الناتج عن الطائرات المسيرة أو الطائرات بدون طيار. ورغم قدرة بعض أنظمة الدفاع الجوي زي نظام S-400 الروسي أو باتريوت الأمريكي على رصد وإسقاط هذه النوعية من الطائرات، إلا أن هذه الأنظمة فيها مشكلة كبيرة جدا، وهي التكلفة العالية جدا لكل صاروخ بيتم إطلاقه. فعلى سبيل المثال بتبلغ تكلفة الصاروخ الباتريوت حوالي 3 مليون دولار، في حين أن تكلفة إسقاط طائرة مسيرة باستخدام سلاح ليزر قد تساوي 1 دولار فقط ولن تزيد عن 100 دولار. ومع تنامي التهديدات العالمية خاصة على القوات الأمريكية كما حدث خلال الفترة الأخيرة في الخليج العربي، حيث قامت بعض الطائرات بدون طيار الإيرانية بمتابعة تحركات السفن الأمريكية بصورة مستمرة، كذلك قامت بعض المراكب الإيرانية الصغيرة بالتحرش ببعض السفن التابعة للأسطول الأمريكي. لذلك كان لابد من النظر بجدية لهذه النوعية من الأسلحة، إذ أنها الأرخص في إسقاط هذه النوعية من الطائرات. في فيديو النهاردة هنتعرف على بعض الأخبار المتعلقة بآخر التطورات بمنظومات الدفاع الليزرية. سنة 2015 بدأت الولايات المتحدة سلسلة اختبارات على منظومات دفاع ليزرية، بدأتها بتركيب منظومة دفاعية على إحدى سفنها القتالية واستخدامها في إسقاط طائرة مسيرة وتعطيل أحد المراكب الصغيرة التي كانت على مسافة قصيرة من السفينة المقاتلة. واستمر التطوير والتحديث على هذه المنظومة الدفاعية الجديدة لحد سنة 2017 لما قامت القوات الأمريكية باختبار منظومة أثينا الليزرية البرية، والتي تهدف لإسقاط مجموعة مختلفة من الطائرات بدون طيار، حيث استطاعت هذه المنظومة أثناء اختبارها إسقاط 5 طائرات في نفس الوقت تقريبا، وبلغت قدرة شعاع الليزر المستخدم في هذه المنظومة 30 كيلو وات، وهي نفس القدرة التي استخدمت في منظومة الدفاع التي تم اختبارها في 2015 على إحدى السفن المقاتلة. لكن في شهر مايو من هذه السنة اختبرت القوات الأمريكية للمرة الثانية هذا السلاح على سفينة أخرى، واستطاعت إسقاط طائرة بدون طيار كانت تقترب من السفينة، حيث استطاعت منظومة الدفاع من تتبع الطائرة وتسليط شعاع الليزر عليها وإسقاطها في عدة ثواني. والفرق هنا بين المنظومة الدفاعية اللي تم اختبارها السنة دي والمنظومات اللي تم اختبارها في 2015 و2017 هي قدرة سلاح الليزر المستخدم، والتي تبلغ 150 كيلو وات، يعني 5 أضعاف قدرة المنظومات السابقة. وده يعني ان التطوير على هذه النوعية من الاسلحة في القوات الامريكية ما زال مستمر. في نفس الشهر اللي هو شهر 5/2020 اعلنت القوات الامريكية انها بصدد تركيب سلاح ليزر على المقاتلة AC-130J بحلول سنة 2022، حيث تكون الوظيفة الرئيسية للسلاح الذي سيتم تركيبه على هذه الطائرة هو تعطيل بعض الاهداف وليس تفجيرها. على سبيل المثال بامكان هذا السلاح تدمير محرك طائرة لمنعها من الاقلاع. ومن عدة أيام أعلنت إسرائيل دخول أول منظومة دفاع تستخدم سلاح الليزر في الخدمة على الحدود مع غزة، وذلك للحماية من الطائرات المسيرة والبالونات الحارقة، وقد قامت بتجربة هذه المنظومة الأسبوع الماضي. ومن خلال الصور التي عرضت لهذه المنظومة يبدو أنها منظومة أثينا الأمريكية. حتى الآن لا يتعدى سعر منظومة الدفاع الليزرية سواء البحرية منها أو البرية 70 مليون دولار بصورة إجمالية، والتي يمكن استخدامها آلاف المرات دون تكاليف إضافية تذكر. ويبقى السبب الأهم لاستمرار تطوير هذه النوعية من الأسلحة أنها رخيصة الثمن جدا مقارنة بمنظومات الدفاع الأخرى. أما العيوب فهي تحتاج لعدة ثواني حتى يتمكن سلاح الليزر من اختراق الهدف وتدمير جزء منه، وهذا ما يجعل سلاح الليزر حتى الآن صعب استخدامه مع الصواريخ المجنحة أو الكبيرة، بالإضافة أن المسافات التي يستخدم فيها سلاح الليزر حتى الآن لا تتعدى عدة كيلومترات. فيديو النهاردة خلص، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لنا تعليق باللي انت حابب تشوفه على القناة في الفترة الجاية، والسلام عليكم.